ووجدنا ان هناك خطابين، خطاب وزير الاوقاف الذي يتجه بشكل واضح الى تجديد الخطاب الديني بشكل له اليه وله برنامج، وكان خطاب الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر بيتحدث عن ضروره الحفاظ على السنه وانه لا يمكن ان يستقيم الشرع بدون السنه بجوار القران. قضيه اخرى لم تكن موجوده في يوم ما في مصر، لكنه طرحها شيخ الازهر ولا يهم ما جرى في هذه الاحتفاليه بقدر ما يهم تحليل كيف التقط الاخوان هذه الواقعه وبداوا في غزل واضح وفي نسج قضيه غير موجوده اساسا، ان مصر بتحارب السنه وشيخ الازهر بيدافع عن السنه، واحنا يجب ان نقف مع معسكر شيخ الازهر ضد الدوله المصريه اللي هي بتحارب السنه ومن ثم تحارب شيخ الازهر. كيف ترى هذا الانقلاب في وجهة نظر الإخوان اللي كانوا بيكيلوا كافة الاتهامات لشيخ الأزهر وتعاملوا معه وحاولوا إن هم يقتحموا المشيخة وقالوا ما قالوا فيه، وجبنا هذا الكلام أكثر من مرة، وكيف تفسر وتوضح للعامة والخاصة سلوك الإخوان في صناعة أزمة من لا شيء؟ هم عايشين على ده، يعني هو تاريخهم كله ده. افتكر لما حاولوا اغتيال اللواء حسن ابو باشا، صحيح، وفشلت المحاوله، فطلعوا قالوا اصل والله ده دخل الزنزانه وداس على المصحف برجليه، وهذا الكلام لم يحدث نهائيا، لانه ده هذا رجل كان رئيس مباحث امن الدوله، ثم صار وزيرا للداخليه، ثم وزيرا للحكم المحلي. وزير الداخليه مش هيروح يدخل زنزانه، صحيح، يعني ما شفناهاش، ما حصلتش، ولكن هم هذه الجماعه بتعيش دغدغت مشاعر الجماهير انه شيء من الكذب وشيء من الاوهام.